حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. ما الأهداف من وراء انعقاد مؤتمر البحرين الاقتصادي؟ كيف قبلت البحرين انعقاد المؤتمر على أراضيها رغم رفض الشعب الفلسطيني لهذا المؤتمر؟ لماذا يرفض الفلسطينيون قيادة وشعبا المشاركة في المؤتمر؟ ولماذا تستجيب الدول العربية للضغوط الأمريكية وتسارع للمشاركة فيه؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم في موضوعنا الرئيس وفي زارة المدائن. أيضا نطلع على القدس، محطات تراثية، كما نتابع في ذاكرة فلسطين مذبحة غزة الأولى عام 1955. فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين. للتحايل على الطرف الضعيف ما عليك إلا أن تسمي الإخضاع صفقة، وحين لا يقبل فما عليك سوى أن تبتكر لفظة جديدة، وهو ما فعلته البحرين ومن خلفها أمريكا التي طرحت مصطلحا أكثر حيادية لتسمية اجتماع الترويج للصفقة، وهو ورشة عمل اقتصادية. ابتكر خبراء العلاقات العامة عنوانا ظريفا لهذه الورشة، وهو السلام من أجل الازدهار، الذي يعقد في البحرين بحضور الكيان الصهيوني الذي رحب بالدعوة، والتي اكتملت أركانها باستثناء أمر بسيط، هو أن الفلسطينيين الذين هم موضوع تلك الورشة والذين سينعمون بعدها بالسلام من أجل الازدهار لم يشاركوا في هذا المؤتمر. الخلاصة إذن، هي ورشة أم ورطة تمت في البحرين؟ وهل ستكون محاولة للتطبيع وتسويق صفقة القرن المرفوضة من الشعب العربي والإسلامي؟ هذا ما نناقشه مع ضيوفنا في هذه الحلقة. معي في الأستوديو السيد بشار شلبي، وهو باحث ومتخصص في الشأن الفلسطيني، وأيضا عضو الأمانة العامة لفلسطيني الخارج. ومعنا كذلك عبر الهاتف لاحقا سيكون الأستاذ ناصر الفضالة، نائب سابق في البرلمان البحريني، وكذلك الدكتور صبري سميرة، الخبير في الشأن الأمريكي. أرحب بك معنا أستاذ بشار في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك، واسمحوا لنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش، ابقوا معنا. إلا أن تكون قد تعرضت لضغوط أمريكية أو إغراءات بتسهيلات عسكرية أو وعدات لم يتم الكشف عنها بعد. البحرين قرارها السيادي مشكوك فيه في هذه المرحلة، وبالذات لأن هناك تأثير قوي للسعودية على مواقف وسياسات البحرين. ونحن توجهنا في أكثر من مرة إلى الملك البحرين وإلى الشعب البحريني لكي يقوموا بعدم استضافة هذه الورشة، لكن للأسف هذه القضية واضح أنها خارجة من أيديهم، وأن هناك ضغوط كبيرة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على مملكة البحرين وعلى دول الخليج بشكل عام.
ونحن نأمل وفي اللحظات الأخيرة أن يكون هناك إعادة نظر فيما يتعلق بعقد الورشة. اللافت في الأمر أن مصر والأردن أعلنتا سابقا أنهن لن تشاركا في الورشة الاقتصادية، ليفاجأ الجميع عقب الإعلان بالتراجع والكشف عن نيتهم المشاركة إلى جانب المملكة السعودية والإمارات وخبراء اقتصاد ورجال أعمال وبحضور وزراء مالية الدول المشاركة ومستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، والذي سيتحدث لمدة 15 دقيقة في جلسة يديرها المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية في المنطقة توني بلير. حجم المعارضة للورشة ومقاطعة الكثير من المشاركة وخفض مستوى مشاركة كيان العدو والتقليل من إمكانية نجاح اللقاء يكشف حجم الضغوط الممارسة على الجميع للمشاركة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورهانه المستميت على إنجاح اللقاء بأي ثمن، ما يشير بشكل واضح وجلي أن ورشة المنامة الاقتصادية هي المفتاح الحقيقي لبوابة صفقة القرن. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، والتي نتحدث فيها عن مؤتمر البحرين والذي يعد خطوة إضافية على طريق صفقة القرن وتنفيذها على أرض الواقع، بل إجبار الفلسطينيين على القبول بها وكذلك الأطراف العربية، إما من خلال الابتزاز والرشوة السياسية المالية أو من خلال الفرض على هذه الأنظمة العربية الضعيفة غير الشرعية وغير المنتخبة للقبول بهذه الصفقة. أرحب مرة جديدة بضيفي الأستاذ بشار شلبي. أهلا وسهلا فيك سيد بشار معنا في هذه الحلقة. ولا أعرف من أين سأبدأ في الحقيقة، أسئلة كثيرة دارت وتدور حول هذا الموضوع، لكن يهمني جدا ويهم المشاهد العربي في كل مكان أن يطلع أكثر على طبيعة الرفض الفلسطيني والعربي للمشاركة في هذا المؤتمر الأخير الذي كان عقد بالأمس واليوم، وماذا يعني بالنسبة لكم كمتابعين ومراقبين هذا الرفض الضخم والكبير الذي أعده البعض نوع من الفشل لهذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ يونس ولمشاهدين الكرام لقناتكم الكريمة، وتحياتي لشعبنا الفلسطيني الذي كلما اسودت الآفاق وضاقت الدروب الله سبحانه وتعالى يوفقه لاختراع والابتداع مخارج، وهذه المخارج عرفناها على طول درب ذات الشوكة يعني لشعبنا الفلسطيني، درب الاحتمال والصبر، ولكن أيضا درب الصمود وتحقيق الثبات والانتصارات وتعليم الشعوب الأخرى والعالم هذه المعاني. يعني ورد في تقريركم أنه الورشة أو المؤتمر أو الصفقة أو هذا اضطراب عند صاحب القرار بعقد الورشة وليس من موعد التقرير. لا مش من موعد التقرير أكيد، يعني هو اضطراب من الطرف الداعي والطرف المستقبل والطرف المشارك، لأنه احتاروا كيف يعملون، ماذا يسمون، مرة مؤتمر ومرة صفقة ومرة ورشة ومرة سلام ومرة إلى آخره. طبعا السبب الرئيسي أنه هناك في قفز عن المنطق الحقيقي، المنطق الإنساني والمنطق الطبيعي، في قضية اسمها احتلال، هذا الاحتلال عنوانه عشان تصل إلى الازدهار زيل الاحتلال. لا تخادع، هم يخادعون أنفسهم ويريدون أن يخدعوا الشعب الفلسطيني. المؤكد أن الشعب الفلسطيني لن ينخدع. نعم الشعب الفلسطيني قد يتعرض إلى خذلان. المشكلة أن المسألة ليست متعلقة باقتناع وخداع أو غيره، المشكلة متعلقة بإملاء. صحيح، ولذلك الاضطراب يقابل إصرار. الاضطراب في إخراج هذه الصفقة نفسها يعني مقدمتها اللي هي الورشة، هذا الاضطراب يقابل إصرار وعناد من العجوز المحترف تجارة وصفقات وهو ترامب، والصهر المتدرب على أكتاف شعبنا أو على أكتاف الأمة في محاولة أنه يحقق إنجازات ويضمن مستقبل سياسي وربما تجاري له لحياته. لذلك أخي يونس، هذه الورشة، ورشة المنامة أو هذه الصفقة اللي من وراءها وهي الأهم، يعني الورشة هي مقدمة ومحاولة ترويج للصفقة أو وضع المدماك الأساسي العملي للصفقة، هذه كلها عناوين لتصفية القضية الفلسطينية ولتحويل القضية الفلسطينية من عبء على الاحتلال أولا، عبء على الاحتلال أولا، ومن عبء ثانيا على أنظمة يعني تريد أن تتنصل من مسؤولياتها الأخلاقية قبل مسؤولياتها القومية والدينية تجاه قضية واضح الإجرام الصهيوني فيها.
ليوهموا أنفسهم أنه الحل لصالح الشعب الفلسطيني. وتكافأ على ذلك بعشرات المليارات. من الذي يكافأ؟ الأنظمة العربية. لا يوجد مكافأة. لا يوجد مكافأة. لا يوجد مكافأة. مليارات ستوضع. لا يوجد مكافآت ولا يوجد. هذه شكل من أشكال الخدعة المركبة فيما يتعلق بالأموال. هذه الأموال بكل الأحوال هي عربية حتى لو أتت أو ذهبت. اثنين، هذه الأموال هي تأتي بصورة أو بأخرى، يعني هذه الأموال ضمن المساعدات، ضمن التفاهمات بين الدول العربية، ضمن الجامعة العربية هي موجودة، لكن كانت موجودة ضمن سياق معين، اليوم نفسها ستأتي ضمن سياق التخلي عن فلسطين. يعني خدعة المليارات والدفع والازدهار هذا هي حقيقة وهم وخدعة، وتراكم وكأنها كتلة من الازدهار. هل هذا ينطبق على الفلسطينيين؟ هل أن الفلسطينيين أيضا لن يحصلوا على شيء؟ قبلوا أم لم يقبلوا؟ الفلسطينيين مهما حصلوا على شيء، أولا وقبل كل شيء وأهم من كل شيء، مهما يحصل الفلسطيني، مهما يحصل، إن حصل على أموال أو عما يسمى ازدهار، تعرف قبل أوسلو كانت الدعاية أننا سنصنع سنغافورة، مش هيك؟ مهما حصل الفلسطينيين، هذا لو حصلوا، مهما حصلوا فلا شيء يعادل أن يحصلوا على كرامتهم بتحرير أرضهم وباستعادة قدسهم. هذه المنطق، وهذا منطق مش منطق يعني الفلسطينيين لحالهم، هو منطق كل الشعوب الحية والحرة، وبالتالي ما يطلبه الشعب الفلسطيني. ولذلك رأينا أن هناك إجماعا فلسطينيا على رفض ورشة البحرين، وعلى رفض ولو قولي لصفقة القرن، لأن الفلسطيني لا يبحث. يا أخي يونس والمشاهدين الكرام، يعني قبل كل القصة، قبل كل القصة وقبل أوسلو وقبل الانتفاضة، كان ممكن الشعب الفلسطيني يظل تحت الاحتلال وحقق هذا الازدهار المزعوم المكذوب، لكن الشعب الفلسطيني أرادها حرية وأرادها كرامة، فقام بانتفاضة وقام بانتفاضة تالية، ثم بعد ذلك قام بأعمال طوع الواقع القاسي، طوعه لمصلحة القضية الفلسطينية ولمصلحة الشعب الفلسطيني. الأنظمة العربية التي نادت طيلة ما يزيد عن 17 عاما أو 16 عاما بالمبادرة العربية التي اقترحتها، وقال شارون أنها لا تستحق الحبر الذي كتبت به، رفضها شارون ومن بعده الحكومات المتتالية. هذه المبادرة ما مصيرها وما مصير المواقف العربية التي تمسكت بها والسلطة الفلسطينية التي تمسكت بها أمام ما قاله كوشنير من أن ما سيجري ليس تطبيقا للمبادرة العربية، وإنما هو حل وسط بين هذه المبادرة وبين ما يقتضي الموقف الصهيوني؟ صحيح، هو أقصد صحيح أن كوشنير يريد أن يقول للعرب وللجميع أن أي حل لابد من موافقة الكيان الصهيوني عليه. ما في حل، ما في حل، ما في حل. هذه الإدارة الأمريكية تعلن ذلك بوضوح وبدون لف ودوران، ما في حل يمكن أن يفرض في الواقع أو يقبل به إلا أن تكون الحكومة الصهيونية قابلة به، وبالتالي هذا هو العنوان الواضح والصريح. وللأسف الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية لم تتعلم من التاريخ، كلما قبلت بشيء يتم التخلي عنه والعودة خطوة إلى الخلف لتجر الأنظمة العربية مرة أخرى للموافقة، ثم يتنازل أو يتغير موقف الكيان الصهيوني أو موقف الأمريكي لخطوة أخرى، وهكذا باستمرار. الكارثة الفعلية على الأرض بدأت من أوسلو. أوسلو الطرف الفلسطيني الرسمي أزال الحواجز التي كان يخشى منها أو تخشى منها الأنظمة العربية، أزال هذه الحواجز أمامها، فدخلت المنطقة أو الأنظمة العربية لذلك اسمح لي أتوقف هنا اسمح لي أتوقف هنا معك. ما الفرق بين من قبل بأوسلو بل هندس أوسلو وجعله أمرا واقعا ويقوم بكل ما هو مطلوب منه من أجل المحافظة على هذا الأرض حتى الآن، وفي المقابل لا يقبل بالتالي أن الأمريكان قالوا خلال 10 سنوات سنغير الوضع في داخل فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، سنخفض نسبة الفقر إلى أقل من النصف، نسبة البطالة من 30 إلى 10%، سنعطيهم 1,000,000 فرصة عمل، وبالإضافة إلى معبر بين الضفة والقطاع. يعني وقالوا محللون صهاينة أن هذا يساعد الفلسطينيين على تكوين دولتهم أو تشكيل دولتهم التي يطمحون إليها. ماذا يريد الفلسطينيون الذين قبلوا بأوسلو من قبل؟ والله يا أخي يونس أنه هذا الخطاب اللي دأب عليه كوشنر، هذا كلام كوشنر، نعم أي نعم، اللي دأب عليه كوشنر هو طعنة لكل أنصار أوسلو. هو يريد أن يقول لهم أن المنامة، ورشة المنامة أو صفقة القرن، هي تريد أن تصحح عجزكم، هي تريد أن تنجز ما أخفقتم به، لأنه أوسلو
أوسلو ومسارها هو اللي أوصلنا إلى هنا. وأنا لا أريد أن أجلد الحالة الفلسطينية فوق كل الخذلان الذي تعاني منه، لأنه مجرد الرفض لورشة المنامة والرفض لصفقة القرن هذه محطة إيجابية لابد من البناء عليها، لكن البناء عليها شرط الموضوعي أن تنتقل حالة الفلسطينية من التمسك بأوسلو والتنسيق الأمني والتجاوب مع الإدارة الأمريكية أن تنتقل إلى الصف الوطني الفلسطيني القائم على المطالبة والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة غير منقوصة، وعلى رأسها الحق في المقاومة ورفض، ثم بعد ذلك طبعا يترتب بالضرورة رفض التنسيق الأمني والانتقال إلى صف آخر من التعامل مع القضية الفلسطينية. لا يمكن، لا يستطيع أحد، لا أمريكا ولا اللي أكبر من أمريكا ولا اللي أصغر من أمريكا، أن يجبر الفلسطينيين على التنازل. هو يناور وهو يضغط وسيحاول وستبقى المحاولة، لكن الطرف الفلسطيني هو الطرف الوحيد الذي يمكن أن يقول لا ويتمسك بها، وهذا ما فشل به الطرف الفلسطيني الرسمي عندما وافق على. داني أرحب بالدكتور صبري سميرة من عمان، خبير في الشأن الأمريكي. دكتور صبري أهلا بك معنا في هذه الحلقة. أهلا بكم. كما قلنا من قبل، الأمريكيون قالوا للفلسطينيين ما لكم كيف تحكمون، خلال 10 سنوات سنحسن أوضاعكم، سنخفض نسبة البطالة، سنزيد من نسبة وظائف العمل، فرص العمل. وقال كوشنر بشكل واضح ورشة المنامة لكم أيها الفلسطينيون، والرئيس ترامب لم يتخلى عنكم. ما جوهر الموقف الأمريكي تجاه هذه القضية دكتور باعتقادكم؟ طبعا هناك الصورة الاستراتيجية التي تريد الإدارة الأمريكية فرضها، وحاولت فرضها عبر إدارات كاملة وليست حديثة، وليست ترامب. هذه السياسة الأمريكية مستمرة منذ بداية هذه القضية الفلسطينية، لكن الآن هم يحاولون تحديد آخر وهو إعطاء الجزرة، لأن هناك منافع وهناك خيارات قادمة إلى آخره. لكن السؤال منذ متى كانت القضية الفلسطينية حول الرفاه الاقتصادي؟ قضية الفلسطينية في جوهرها هي جوهر احتلال شعب ليست له فلسطين، جاء من أنحاء الأرض واحتل هذه الأرض الفلسطينية وأخرجها نصف أهلها خارج فلسطين التاريخية. إذن هي أولا مسألة احتلال، مسألة حدود، مسألة مصادرة كافة الحقوق بما فيها حق العودة للاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين بالعودة إلى فلسطين. وبالتالي هذا المؤتمر في البحرين وكل ما تطرحه الإدارة الأمريكية هو ضرب الرماد في العيون، هو محاولات لإنهاء الشعب الفلسطيني بالفتات، بينما هم أخذوا الأرض وأخذوا المقدسات وأخذوا الحقوق وشردوا الشعب ويريدون أن يفرضوا أنفسهم أي الإسرائيليين أمرا واقعا جزءا من المنطقة العربية. مثل هذا الأمر لا يتعلق فقط بالفلسطينيين، وإنما هو خطر على الأمن الاستراتيجي العربي جميعا، لأنه يعني وجود هذا الكيان الغاصب المحتل الغريب في قلب المنطقة العربية يشتتها ويقسمها، يحولها إلى محاور وإلى صراعات مستمرة مذهبية وعرقية وإلى آخره. معظم الكثير من المشاكل في العالم العربي ونحن أولا المسؤولين عنها، لكن جزء كبير منها أيضا هنالك دور لإسرائيل ووجودها والدعم الغربي في إبقاء هذه المنطقة مقسمة. إذا صفقة القرن هي تلهية وليست حقيقة شيئا يذكر يستحق أصلا التفكير به من الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية، ولذلك الشعوب وعلى رأس الشعب الفلسطيني في هذا الموضوع هي على حق في رفضها لصفقة القرن ورفضها لأي خطوة، لأن احتفالية البحرين إذا صح التعبير لا هي إلا أولى المراتب لإطلاق صفقة القرن. بمعنى لو جاءت أمريكا وقالت هي والغرب والعالم كله وقالت نريد أن نعطي مساعدات الفلسطينيين وندعم اقتصادهم لن ينازع أحد، ولكن هم يقولون هذه أولى الخطوات، خذوا المال ثم بعد ذلك نتكلم عن متى ونفرض الحل ونفرض الجزء السياسي لصفقة القرن الذي حقيقة إضاعة لكل الحقوق الفلسطينية العربية في فلسطين. دكتورنا الفاضل، من خلال اطلاعكم على المواقف الأمريكية وخبرتكم في هذا الجانب، هل تتوقعون أن تمضي أمريكا قدما في تنفيذ بنود هذه الصفقة، ولا سيما أنها بدأت فعليا بالعديد من البنود السابقة التي يعرفها الجميع؟ أمام الرفض الفلسطيني، إجماع فلسطيني فصائلي وإجماع مع السلطة وكافة الفصائل والقوى الفلسطينية تجمع على رفض هذه الصفقة، هل تعتقدون أن الأمريكان سيمضون قدما في تنفيذها؟ بالطبع في كل العالم وفي كل الحقبات في المنطقة التاريخية فإن القوى العظمى أو غيرها تستطيع فرض إرادتها إذا كانت القوى المحلية وأهل المنطقة يقبلون بذلك.
هي القابلية للاحتلال، قابلية للاستعمار، قابلية للهيمنة وما إلى ذلك. وبالتالي لو مجرد الرفض من قبل الفلسطينيين والعرب وكل من يتأثر بهذه الصفقة، مجرد أن يعلنوا رفضهم وعدم مشاركتهم بأي خطوات شكلية أو غير شكلية، هذا سيعرقل كافة الجهود الأمريكية والغربية وأي جهود من أي جهة. لكن غرورة البعض من العالم العربي فتحهم البوابات لأمريكا ولإسرائيل عبر التطبيع وغيره، حقيقة ما يتفخم بظهر الشعب الفلسطيني والشعب العربي وما إلى ذلك. أمريكا لم تستطيع الاستمرار إلا إذا حال ما كانت ضعيفة، شعب فلسطيني أو الشعوب العربية أو الصراعات في أطراف الحروب المتهدة في منطقتنا. فالجزء الأساسي هو عندنا والواجب علينا أن نكون أكثر قوة وتماسكا ووحدة واستراتيجية وما إلى ذلك. وللأسف هذا ما يفتقد العرب، ليس للعرب للأسف الآن أي مشروع استراتيجي، لا مشروع حضاري ولا مشروع نهضة ولا مشروع وحدة ولا غيره ولا غيره، بينما كل الشعوب الأخرى لها مشاريعها، إيران لديها مشروع وتركيا لديها مشروع وإسرائيل لديها مشروع والغرب والشرق وروسيا والصين. لكن للأسف بفعل أبناء الأمة العربية فقدنا بوصلتنا ومشروعنا، وأيضا بالضغوطات والمؤامرات والكيد الأجنبي. إذا شخصنا المسألة صوابا وهي أننا نتحمل المسؤولية، فعلا نستطيع أن نوقف أي مشروع أمريكي. أمريكا تحاول منذ فترات طويلة، أنا أقول عن صفقة القرن لأنها بدأت قبل قرن، والآن يحاولون إعطائها الصورة الشكلية والرسمية بالتوقيع وبالتنازل والاعتراف وبتوزيع العقائد والهبات التي هي أصلا ثمن بخس. إذا هذه الصفقة بدأت منذ ثمن بعيد، الذي يستطيع أن يوقفها هو الشعب الفلسطيني والشعب العربي بموقف وبإصرار بأننا لن نقبل. الإرادة الشعبية يجب أن تكون أوضح، الشارع العربي يجب أن يكون أوضح، حتى لو كان هناك الكثير من الحكومات قد تتماهى وتتنازل وتبيع وتشتري، وجود شارع عربي قوي رافض ولو بالصوت يمنع حتى هذه الحكومات المهرولة من الاستمرار إلى الأمام. لا. هذا هو الغريب دكتور، يعني في السابق كان العرب يبادرون وإن كانت أمريكا تلمح بأنها تريد هذا أو ذاك من الأمور أو من البنود، لكن بادروا في المبادرة العربية. الآن يملى عليهم، يجلبون إلى مؤتمر اقتصادي، الدول القريبة والشقيقة والمحورية بالنسبة للقضية الفلسطينية، لقضية الضفة الغربية والقدس تحديدا، وأعني هنا الأردن، أمام موقف لا تحسد عليه في الحقيقة في الفترة القادمة. شاركت في المؤتمر، ومن المتوقع أن يكون لها موقف رافض لما سيأتي في المستقبل كما يقول المراقبون. ما هو جوهر الموقف الأردني لو سمحت تجاه هذه القضية؟ بالطبع الموقف الأردني الشعبي والرسمي الآن يتناهى وموحد في إعلان مواقفه. يتمنى الكثيرون في الشارع الأردني أيضا أن يحافظ الموقف الرسمي على مواقفه المعلنة، لكن بين الكلمة والأخرى وأخذوها المشاركة الرسمية الأردنية في مؤتمر البحرين أعطت إشارة جدا محبطة للشعب الأردني، لأن الجهات الرسمية تعلن المواقف والآن يبدو أنها تسير بطرق أخرى. بالطبع الموقف الرسمي يبرر أننا يجب أن نحضر حتى لا نفوتنا شيء وحتى نعلن موقفنا ونعترض وإلى آخره، لكن بالطبع هذا الكلام قد يكون مقبول قبل عقود من الزمان. اليوم تستطيع أن تعلن موقفك وتصر عليه بدون حضور مثل هكذا مؤتمرات وغيرها. لكن الأردن مرة أخرى في وضع يعني دعنا نقول محاصرة من جهات مختلفة إقليمية وعربية ودولية بسبب ظروفها الاقتصادية وما إلى ذلك. الخشية أن يستغل مثل ذلك الأمر لبيع الأوهام للأردنيين سواء الرسميين أو الشعب، لأن هنالك تعويضات والخير قادم وهنالك مشاريع ضخمة وهنالك السلام الاقتصادي وهنالك مشروع نيوم التي أعلنت عنه السعودية لكي يكون في الأراضي السعودية والمصرية والأردنية، وبالطبع سوف يفتح على بين قوسين الإسرائيلية والفلسطينية وما إلى ذلك. لذلك الموقف الأردني رسميا وشكليا مقبول، ولكن هنالك خشية ألا يصمد أمام الضغوطات الأمريكية وغيرها. الذي يقوي الموقف الأردني الرسمي هو موقف شعبي أردني قوي، وموقف شعبي فلسطيني في الداخل والخارج وفي الشتات قوي، وأيضا موقف القوى العربية المختلفة في كل المناطق، لأننا أي كعرب شعوبا على الأقل نقف وراء أي حكومة وندعمها إذا كانت صادقة في مساعيها. هذا يعطي قوة للموقف الرسمي الأردني لكي يرفضوا المضي مع المشروع الأمريكي. بغير ذلك سوف نتصدع الموقف الرسمي الأردني وسوف نرى مبررات كثيرة تسوق إلينا، وللأسف قد تكون النتائج سيئة. نعم.
وصلت الفكرة دكتور، أشكرك جزيلا دكتور صبري سميرة خبير في الشأن الأمريكي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان. وأرحب الآن بالأستاذ ناصر الفضالة، النائب السابق في البرلمان البحريني وعضو الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون لأجل القدس. مرحبا بك معنا أستاذ ناصر. حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. أرجو أن تبقى معنا أستاذ ناصر، يعني فقط أعود لضيفي في الأستوديو بسؤال حتى لا نطيل عليه. أستاذ بشار، هذا الموقف الآن أصبح واضحا، وكما تفضلت حضرتك قبل قليل أن هذه الدول التي سارعت للمشاركة وستكون جزءا من هذه الصفقة لن تحصل على شيء، وهذه هي المشكلة أساسا. يعني هي ذهبت إلى هناك طمعا في الحصول على بعض المساعدات لأنها دول فقيرة وعندها مديونية كبيرة، سواء في مصر أو لبنان أو الأردن، ولكنها لن تحصل على شيء. وهذا الموقف يدفعني للسؤال، إلى أي مدى يمكن بالفعل أن تكون هذه الدول جزءا من أدوات هذه الصفقة للأسف؟ أخي يونس، الحقيقة أنه ذهاب هذه الدول بالشكل اللي ذهبت إليه يدل على عدم قناعتها بالنتائج حتى في الشق الاقتصادي المزعوم. يعني الأردن، لو سألنا الدكتور صبري قبل أنه من هو الذي يمثل الأردن في مؤتمر، أنا متأكد أنه لا يعرف، يعني لأنه لم يعلن، لأنه مستوى التمثيل جاء مرتبطا بهذه الفوضى والاضطراب اللي رافق يعني ترتيبات الورشة. وبالتالي الأطراف العربية التي ذهبت، خاصة التي تمثل الدول اللي تفضلت عنها اللي هي أقرب إلى الحالة الفلسطينية جغرافيا وديموغرافيا، فضلا عن اندماجها السياسي منذ احتلال فلسطين عام 1948 حتى قبل ذلك، هذه الدول تدرك أن هذه ليست حلول، وأن هذا خداع، وأن وبالتالي مدركة حقيقة أنها لن تستفيد، مدركة حقيقة أن هذه هي طبخة حصى فقط، هناك صوت، هناك جعجعة، لكن لا يوجد طحن، لا يوجد نتيجة على الإطلاق. أنا أريد أن أشير هنا أن العنجهية الأمريكية من خلال الورشة ومن خلال حديث كوشنير، حتى قبله من خلال حديث لبعض الشخصيات وللأسف العربية واللي عهد أو مسؤول أو غيره، هو شكل من أشكال الوصاية على الشعب الفلسطيني. هناك من قال أن الشعب الفلسطيني ضيع الفرص، وهناك من قال أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يستفيد، وهناك من قال هي شكل من أشكال الوصاية على الشعب الفلسطيني. هم ذهبوا لكي ينهوا قضية تخص الشعب الفلسطيني، ولا أحد من الشعب الفلسطيني يذهب. هذا لا يعني أن بقية الشعوب، بالعكس بقية الشعوب موقفها واضح وجلي. ولذلك هذه الصورة هي صورة خادعة، هي صورة، هو شكل ترويجي. ورشة المنامة شكل ترويجي لأشكال التطبيع المختلفة، لالتقاط الصور، لإظهار أن الأمر تم، شكل ترويجي أكثر من يستفيد منه كوشنر لبناء مستقبل سياسي ربما، ونتنياهو لإظهار نفسه حقق إنجازات لأجل مكاسب سياسية محلية وحزبية. هذا أقصى ما يمكن أن يتم الحديث عنه في موضوع ورشة المنامة. لا يوجد شيء حقيقي على الأرض. لكن في المقابل، ومتأسف أنا الأستاذ ناصر في نفس دقيقة، ويعني أخونا وحبيبنا ولا شك يعني أنه يمثل روح الشعب البحريني في رفضه لصفقة القرن وللتطبيع بشكل عام. أريد أن أقول وأختم بهذا الجزء الهام في مفهوم العمل التطبيع، أن الكيان، أن أمريكا قاد وحش، هذه قوة طاغية تمثل وحشا، فيه جنون، فيه غباء، يستطيع أن يهدم، لا ننكر ذلك. هم هدموا العراق وتركوه كما نرى الآن، هم يستطيعون أن يهدموا، يستطيعون أن يدمروا، لكن لا يمكن أن يبنوا. هؤلاء غير قادرين على البناء، لأن البناء يتطلب دعم الحرية ودعم الاستقلال ودعم الديمقراطية الحقيقية، نعم، ودعم حقوق الإنسان. هؤلاء كما يجري في اليمن الآن وفي سوريا. أشكرك على هذه المداخلة المهمة. أرحب بك مرة أخرى سيد ناصر، ونحن سعداء بكونك معنا اليوم. وسنتجاوز السؤال عن لماذا البحرين، لماذا ينعقد في البحرين رغم هذا الرفض الشعب الفلسطيني والعربي، لكن دعني أستفسر وإياك عن الوضع الذي وصلنا إليه عربيا، وكيف أن الأمريكان، يعني أن الضعف العربي جعل الأمريكان يأمروا ويملوا علينا وعلى كثير من الأطراف العربية إرادتهم، وهم بذلك يملون الإرادة الصهيونية بالأساس. حياك الله. دعني في البداية أرد التحية للأخ العزيز بشار بارك الله فيه، الذي هو عونا لنا في الرابطة لمثل هذه المواقف المشرفة.
لا انا اخي الكريم اعترض على قصه ان الامريكان يجبروننا. الامريكان يجبرون الزعماء الضعاف الذين تهتز عروشهم خشيه من غضبه الشعوب. هذا مقصدي. نعم. لا يستطيع الامريكان او الصهاينه او اي قوه على وجه الارض ان تجبرهم على التطبيع مع العدو الصهيوني. وانظر الى اتفاقيات الخضوع والتطبيع منذ اوسلو وكامب ديفيد وغيرها من اتفاقيات الاستسلام لم تنجح شعبيا، بل يعني لان الاتفاقات الرسميه مع الانظمه ليس لها امل ان تنجح، لان الشعوب توجهاتها وثوابتها تختلف تماما. الشعوب تعتبر قضيه فلسطين قضيه عقيده، بينما بعض الزعماء يعتبرونها تجاره ويعني متاجره. لست بحاجه في البدايه اخي الكريم الى التاكيد على ان مملكه البحرين شعبا وحكومه في السابق صنعت تاريخا مشرفا في الدفاع عن ارض فلسطين ومقدساتها في المحافل الدوليه، وهذا تاريخ يفخر به كل بحريني. لكن ايضا اقول لست بحاجه الى التاكيد على ان ما يسمى بصفقه القرض، صفقه العار، يعني ستفشل كما فشلت قبلها مشاريع الزر والاستسلام، ستنكسر على صخرة صمود الشعب الفلسطيني، وعلى صخرة المرابطين في القدس، وعلى صخرة المقاومة الباسلة البطلة في غزة وفي كل ربع فلسطين، ستنكسر وتتحطم على صخرة الإجماع الشعب العرب والإسلام على رفض التنازل والاستسلام والقنوع. في الواقع أخي الكريم، من يأتي إلى البحرين ليكون عرابا لهذه الورشة هو اليهودي الصهيوني المتطرف كوشنير، صهر ترامب الكوبوي الذي يريد يتصور انه لا زال في عهد السيطره على الحدود الحمر وابادته. في الواقع هو منظره وهو يقف يملي يعني اراءه وشروطه على المجتمعين ويعدهم صفقه ليست واضحه المعالم، ثم يصفقون له، يقول ان الشق الاقتصادي. انا اقول ونرد على هذا الدعي الصهيوني ان الشق الاقتصادي ليس مهما بالنسبه لقضيه فلسطين، المهم انه شق سياسه ارض محتله منذ 70 عاما، شعب يقتل ويشرد ويعيش في الشتات، مقدسات تدنس، قتل يوم وابتهاد للنساء والاطفال والشيوخ. هذا اذا لم يكن هناك حل سياسيا ينصف الشعب الفلسطيني. دلائل فشل هذا المؤتمر هو غياب الطرف المهم في هذا الموضوع. كيف تستطيع ان تحل المشكله عندما تاتي بالغاص تجلس معه وتستسلم لاملاءاته وشروطه وتغفل صاحب القضيه وصاحب الارض وصاحب البيت الذي يرفض ان يجلس هذه الجلسات التي تباع فيها ارض فلسطين؟ ارض فلسطين ليست للبيع ابدا، ولن يقبل اي مسلم واي عربي ان يبيعها، والشعوب عبرت عن ذلك. نحن نرى ان هذا المؤتمر يعني هو فاشل في مخرجاته، وان كانوا سيلمعونه ببعض الكلام، لكن مبادرات فشله ان حتى الذين حضروا، نعم، الذين يسمون انفسهم ممولين او رجال اعمال او شيء من هذا القبيل، يشتكي كوشنر واتباعه الذين يديرون هذا المؤتمر من الاعراض عن المشاركه، لان راس المال لا يتعامل مع غيبيات، رأس المال جبان، وهي نظرية اقتصادية معروفة. فهو يعدهم بالهواء وأن يكون الهواء فيه تطور، وهذا لن يتحقق أبدا. الشيء الثاني والمهم الذي أريد أن أتكلم عنه هو الاستفزاز الشعب البحريني. عندما يأتي هؤلاء الصهاينة إلى بلادنا لأول مرة بهذا الشكل الذي يعني يسمح لهم بأن يدخلوا في الجوازات الصهيونية، ثم يستفزون هذا الشعب عندما ياتي ذلك الصهيوني ويقف امام جمعيه مقاومه التطبيع الصهيوني في البحرين ورافع جوازه ليقول نحن هنا، يستفز الشعب البحريني ويخرج قاده هذه الجمعيه اليوم ليقتلوا مكانه بمطهرات مقلفات الكلاب اعزكم الله. نعم. نحن صهيوني مشارك في هذه الورشه ماذا يقول يا اخي؟ يقول بصفاقه انهم اي اليهود الصهاينه سكان البحرين منذ 3500 عام. نقول يا للعار من سهل لهم ان يدخلوا الى بلادنا ويقولوا مثل هذا الكلام. هؤلاء عصابه تريد ان تتوسع وينفذون مخططهم الذي يرفعونه في علمنا من النيل الى الفرات. ارضك يا اسرائيل، هكذا
يعني يعتقد الصهاينة، بينما المسلمون يعتقدون أن فلسطين بأكملها عربية إسلامية، والقدس لا شرقية ولا غربية، ستكون عربية إسلامية. نحن الشعوب العربية نؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: أرجو أن تبقى معي يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. نعم. هذا ما نؤمن به. فلا يعني من يسيرون خلف وعود ترامب وخلف وعود، أرجو أن تبقى معي سيد ناصر، سأعود لك إن شاء الله حتما في هذه الحلقة. سيد بشار، باختصار الآن نحن أمام مشهد يقول التالي، هو تحدث عن التمويل أستاذ ناصر، وأعتقد كما يعتقد كثيرون أن التمويل سيكون في معظمه عربيا إن حصل، وأن هذا المال العربي الذي سيدفع للفلسطينيين لكي تسلب منهم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتعطى للصهاينة، يعني الصهاينة سيأخذون أرضنا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وسيضمون المستوطنات بتمويل عربي بهذه الشاكلة. هل تتوقع أن يحصل هذا؟ هذا هو التوصيف الحقيقي. وأنا أشرت أنه لا يوجد أي شيء وهم في 50 مليار، لأن هذه الأموال كانت أصلا تدار في الأطراف العربية وضمن جامعة الدول العربية، تقدم للأردن، تقدم لمصر، الآن كان فيها تعثر، وتقدم للسلطة الفلسطينية بشكل أو بآخر. الآن يراد أنها تقدم كما هي، لكن يتم إلغاء فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية. وبالتالي نعم، وهذا التوصيف هو توصيف صحيح ودقيق. هل يعني ستنجح هذه الإجراءات؟ هذا محكوم بمنطقين، المنطق الأول المنطق التاريخي للأشياء، والمنطق التاريخي للأشياء بقول أنها لن تنجح. وأقصد بالمنطق التاريخي أنه ما دام هناك شعب متمسك بحقوقه، وما دام خلفه أمة تدعم مقاومته وتدعم تمسكه، فلا يمكن أن تنتهي. هذا هو المنطق التاريخي، المنطق الاستقرائي للتاريخ. المنطق الثاني هو منطق الموقف السياسي. الموقف السياسي الشعب الفلسطيني لحد الآن هو يقول لا. الآن لا شك أنه مقلق الحديث عن مشاركة بعض الشخصيات الاقتصادية، ويعني ما أشيع عن مشاركة ابن الرئيس أو غيره، ابن رئيس السلطة. هذا مزعج، لكن بالعموم الموقف الفلسطيني رافض، ولا يمكن أن يتم تسويق أو ترويج بنجاح أي شكل من أشكال تصفية القضية الفلسطينية بدون موافقة طرف فلسطيني. كان دائما يبحث العدو الصهيوني وأمريكا من خلفه عن طرف فلسطيني يسهل ويمرر الإجراءات التي تريدها أمريكا أو التي يريدها الاحتلال الصهيوني. غياب هذا الطرف أو غياب الطرف الفلسطيني لا يمكن أن يعني إلا فشل أي محاولة مهما كانت، لأنه البديل هو إجبار. والحديث في الورشة وبغير الورشة، السلام لا يأتي بالإجبار، الحرب لا يأتي بالإجبار، لكن السلام لا يأتي بالإجبار، السلام هو اختيار. فأي حديث عن سلام ما لم يكن اختيارا فهو حديث نعود للحرب. الإجبار حرب، وبالتالي الإجبار سواء كان بطريقة الإجبار الاقتصادي أو الإجبار بالعقوبات والحصار أو الإجبار بأي شكله، هو شكل من أشكال الحرب. السلام له طريقة واحدة وهي الاختيار. نعم تمام. أستاذ ناصر، اسمح لي أتوقف قليلا عند الموقف العربي، ولا سيما الجزء الاقتصادي من هذا الموقف العربي. يعني احنا لما بنتكلم عن الدول العربية الغنية وهي دول الخليج، يتساءل المواطن العربي أين تذهب أموال هذه الدول من مساعدات وغيره، بينما الآن يراد أن تستثمر هذه الأموال وهذه الخيرات بطريقة غريبة عجيبة، فيها فرض على الشعب الفلسطيني، فرض إيرادات، فيها محاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني. وكما قلت قبل قليل أنه الصهاينة يحصلون على الأرض والعرب يدفعون للفلسطينيين مقابل ذلك. لماذا لا تحسن هذه الدول استخدام أموالها بشكل يجعل الشعوب العربية شعوب منتعشة وشعوب قوية، وبالتالي تقف إلى جانب قضية فلسطين؟ الواقع يعني هذه الأنظمة لا تحسن استخدام المال إلا لبقاء العروش، وليست هذه الأموال مسخرة من أجل الشعوب، وهذه قاعدة معروفة. يعني الجميع في العالم العربي والإسلامي يعرف كيف تدار الأموال وثروات البلاد في حالة يعني تسلط بعض الحكام الذين يعتبرون هذه الأموال وهذه الثروات هي أموالهم وأموال آبائهم وأجدادهم ورثوها عنهم، وليست أموال يجب أن تسخر من أجل تثبيت مبادئ وثوابت الأمة. مع الأسف الشديد هذا ما يحدث، وقد أدرك ذلك الصهاينة والأمريكان هذه الحقيقة. لذلك ترى أن ترامب يستخدم الضغوط الشديدة لكي يحلب كما قال
هذه الأموال وهذه المليارات لصالحه، وهو رجل أعمال ناجح في الابتزاز وناجح في عقد الصفقات. يؤسفني أن أقول أن الشعوب تنظر لقضية فلسطين كقضية ثوابت عقدية وعقيدة ترسخ في الأذهان، وكثير من الزعراء العرب يعتبرون قضية فلسطين قضية متاجرة لا أكثر، مجرد شعارات، والواقع يكذب كل ما يقال. يعني انظر إلى الفلسطيني، صعوبة دخوله إلى الأراضي العربية والإسلامية، صعوبة استقباله في الدول العربية والإسلامية، صعوبة أن يعبر عن رأيه في هذه الدول. هناك دول تطرد الفلسطيني من بلادها ولا تسمح له بأن يتكلم عن معاناته، هناك دول تمنع جمع الأموال من شعبها حتى تدعم الشعب الفلسطيني في صموده وفي ثباته. وهناك كثير من الأمور التي تدل على أن هذه الحكومات لا تفكر أبدا في قضية تفريق الشعب الفلسطيني. وصلت الفكرة، إملاءات يمليها عليها. وصلت الفكرة. أشكرك جزيلا سعادة النائب الأستاذ ناصر الفضالة، النائب سابق في البرلمان البحريني وعضو الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون لأجل القدس. وفي سؤال أخير في دقيقة واحدة لأن وقت ضاق علينا، هل نتوقع أن تحقق هذه الورشة أهدافها وبالتالي ينتقلون إلى الخطوة التالية من هذه الصفقة غير المعلنة؟ أهدافها الوهمية والخادعة، نعم، بالأشكال التطبيع المختلفة. أما ما يقال من أهداف حقيقية لن تحقق للشعب الفلسطيني شيء، لا هي ولا صفقة القرن على الإطلاق. لابد من المقاومة التي تفسد وتمنع بيع فلسطين، المقاومة بكل أشكالها، مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكال المقاومة، ومقاومة الأمة العربية والإسلامية بكل أشكال المقاومة أيضا، لمنع الاستفراد بالقضية الفلسطينية ولمنع تدميرها والتخلي عن القدس والأقصى الشريف. أشكرك أستاذ بشار، عضو الأمانة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج. وأنتقل بكم إلى موضوع آخر وهو زهرة المدائن. اليوم تتحدث القدس عن نفسها في محطات تراثية تاريخية مهمة، تقول أنني عربية مسلمة منذ الأزل. القدس محطات تراثية. القدس مدينة كنعانية بنيت منذ 5000 سنة، وهي مركز ديني وروحي وملتقى أفئدة الحجاج من جميع الديانات، وهي مقر الساسة وصناع القرار على مدار الزمان. تراثها غني بتفاصيله، ثري بحكاياته، ولكنه يتعرض كغيره من ثوابت الشعب الفلسطيني للسرقة من قبل الصهاينة لنسبه لتراثهم المزعوم. فالحياة الاجتماعية في القدس تتشابه تشابهاً كبيراً مع الحياة الاجتماعية في البلدان العربية في اللباس والطعام والزواج. فيها محطات أصبح الجيل بعد الجيل يرويها، كموسم النبي موسى الذي يشكل جزءاً من تراث مدينة القدس الديني والشعبي، ويحتفل به الفلسطينيون منذ ما يقارب 9 قرون. وفي رمضان يواظب أهل القدس على إضاءة المدينة بالفوانيس ورفع الأعلام واللافتات المزينة بآيات قرآنية، كما تبرز صور اجتماعية حميمة للأهالي حول موائد الرحمن التي يقيمها الموسرون. أما العيد فيعتبرون الاحتفال به وإضفاء أجواء من البهجة عليه جزءاً من التحدي والصمود والتشبث بالأرض. أثبت المقدسيون للاحتلال أنه لم ينجح في النيل من عزيمتهم رغم كل إجراءاته. أما الآن فننتقل بكم إلى ذاكرة فلسطين، وفي هذا اليوم نتحدث عن مذبحة غزة الأولى التي ارتكبها الصهاينة عام 55 و900 وألف. فإلى هناك. لا تعرف العدوانية الصهيونية قيما ولا تقف عند حدود.
فقد نقلت الصراع من قتل للفلسطينيين العزل إلى مهاجمة القوات المصرية العاملة داخل غزة انتقاما من عبد الناصر. مذبحة غزة الأولى عام 1955. أعلن عن ضم الضفة الغربية إلى الأردن رسمياً عام 1950، وأعلنت مصر إدارتها للمناطق التي بقيت مسيطرة عليها وهي قطاع غزة، وهي المنطقة شديدة الكثافة بالسكان، رغم أنها لا تشكل سوى 1.5% من أرض فلسطين. كان العالم يبحث عن صيغة للسلام الدائم في المنطقة، فظهرت عدة مشروعات للسلام وأدلت دول كثيرة بدلوها في هذا المجال، وكان أولها مشروع السلام النرويجي، إلا أن العرب استمروا في رفضهم لهذه العمليات التي تعني التنازل عن أرض فلسطين وقضيتها. زادت مصر من فعالياتها الرقابية على خليج العقبة عام 1955، ومنعت الملاحة الإسرائيلية فيه، وفرض قيوداً على مرور السفن في قناة السويس من شأنها تجديد الحصار الاقتصادي على الكيان الإسرائيلي. حاول الكيان الصهيوني توجيه تهديد صريح لمصر بإمكان استعماله سياسة القوة لتأديب الثورة المصرية وردعها، ولكن الإدارة المصرية رفضت هذه التهديدات واستمرت في الاتجاه الذي اختارته لنفسها. أرادت إسرائيل الانتقام من القوات المصرية، فقامت قوات الصهاينة بتنفيذ مذبحة حقيقية في قطاع غزة. اجتازت عدة فصائل من القوات الإسرائيلية خط الهدنة وتقدمت داخل قطاع غزة إلى مسافة تزيد على 3 كيلومترات، ثم بدأ كل فصيل من هذه القوات ينفذ المهمة الموكلة إليه. فاتجه فصيل لمداهمة محطة المياه ونسفها، ثم توجه إلى بيت مدير محطة سكك حديد غزة، واستعد فصيل آخر لمهاجمة المواقع المصرية بالرشاشات ومدافع الهون والقنابل اليدوية، ورابط فصيل ثالث في الطريق لبث الألغام فيه ومنع وصول النجدة. ونجح المخطط إلى حد كبير وانفجرت محطة المياه، ورافق ذلك الانفجار انهمار الرصاص الإسرائيلي على معسكر الجيش المصري القريب من المحطة، وطلب قائد المعسكر النجدة من أقرب موقع عسكري، فأسرعت السيارات الناقلة للجنود لتلبية النداء، لكنها وقعت في الكمين الذي أعده الإسرائيليون في الطريق، وارتفع إجمالي عدد ضحايا هذه المذبحة إلى 49 شهيداً عربياً. صفحة من ذاكرة أمة عجنت دماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. في ختام هذه الحلقة نحييكم لحسن المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.